محمد حسام احد اصحاب السناتر. استاذ محمد اهلا بيك يا استاذ محمد. استاذ محمد سامعني؟ محمد عصام يا استاذ وائل. محمد عصام. استاذ محمد حضرتك عامل ايه؟ اهلا بيك. انت اغلقوا لك السنتر بتاعك؟ ايوه يا استاذ وائل. وطي التلفزيون بس اسمعني من التليفون من عندك. انا بكلم حضرتك كصاحب سنتر وبكلم حضرتك كولي امر. طيب الاستاذة عزة معايا وبتقول انه مش هنقبل بهذا الوضع والناس لازم ترجع تتعلم تاني في المدرسة. انا مع حضرتك في الكلام ده ومفيش اي حد النهاردة ولي امر هيقبل ان نسيب المدارس ونتجه اي اتجاه تاني، ولكن النهاردة لازم نعيد المدرسة الاول وضعها وبعد كده ندور على اننا نقفل السناتر. طيب استاذة عزة كلام مقنع جدا يا فندم. من زي ما قلت لحضرتك، طب انا سؤال انا عايز اوجهه لزملائي في الاول المدرسين، هل من المعقول ان المدرس ياخد مرتب شهري على انه مدرس تابع لوزارة التربية والتعليم، وفي نفس الفترة اللي المفروض يبقى متواجد فيها في المدرسة علشان خاطر يشرح ويدي بأمانة يروح ياخد يدي بره؟ هل ده من المنطق طب خلينا المعقول؟ اسال الاستاذ محمد عزت. استاذ محمد. محمد عصام يا استاذ وائل. خليك معايا يا استاذ محمد عصام، خلينا اسال الاستاذ محمد عزت. اتفضل. استاذ محمد عزت سامعني؟ يا استاذ محمد. طيب لغايه ما يجي لنا الاستاذ محمد تاني. يا استاذ محمد عصام اتفضل. بص يا استاذ وائل، انا هقول لحضرتك على حاجه. معايا يا استاذ وائل؟ انا معاك اتفضل. طيب بص يا استاذ وائل، اولا انا عندي اولادي في ثانويه عامه وعندي اولادي في ابتدائي وعندي سنتر تعليمي. انا شغال النهارده بقالي 10 سنين السنتر، انا شغال بقالي 10 سنين النهارده. بعد 10 سنين احنا اكتشفنا ان السناتر بقت بديل للمدارس. سؤال تاني، سؤال منطقي، لانه مفيش سياسات واضحه، مفيش سياسات تمام. واضحه، في عشوائيات. دي حاجه حضرتك النهارده. وانت عارف انتوا لو عملتوا لو التلاميذ عملوا زي محافظه الشرقيه احتجاجات وبتاع هيتراجعوا عنكم، هترجع لكم تاني يا استاذ وائل. هكذا هي الحكومه يعني. انا بتكلم في نقطه. النهارده ما ينفعش ابني يقعد في فصل 4 في 4 متر 68 طالب، هيستفيد ازاي؟ ومين المدرس اللي هيقدر طيب النهارده يقف قدام استاذ عزة؟ هيستفيد ازاي يا استاذ عزة؟ وهو ده في السنتر بيقعدوا 120 و200 طالب. للسيد الزميل الفاضل بيقول لك ده امال في السنتر هم بيقعدوا كام؟ بيقعدوا 120 و200. حضرتك ما تقوليش بس اقول لحضرتك يا استاذ عزة. مش عايزين نبرر. وبعدين انا هرد لا انا ما ببرر. النقطه حضرتك بتقولها، هل من المعقول ان احنا لما نعيش في غلط نفضل نعيش فيه على طول؟ حضرتك بتقول من 10 سنين، هل لما احنا نحاول ان احنا نصلح الغلط يبقى ده خطا من عندنا برضو؟ يا فندم مش خطأ من عندكم، ولكن نصلح الغلط في المدرسة الأول عشان الطالب يرجع المدرسة. وده فعلا. طب قول لي ايه هو اللي بيخلي الطالب؟ حضرتك بتقول لي دلوقتي بعد اذن حضرتك بتقول لي 68 طالب، وده طبعا مش أيوة. موجود في كل المدارس. لا يا فندم موجود في المدرسة اللي معلش لا يا فندم، حضرتك بتقول في مدرسة بس ده ما بتقولش في كل المدارس. ولكن هل الطلبة مش بيبقى 120 و200 طالب بيتلقوا في السنتر؟ تقدري حضرتك وبيمسك المدرس الميكروفون ويقعد يتكلم مع الطلبه، هيتابعهم ازاي؟ هيعرف مستواهم ازاي؟ ممكن نمشي مع بعض واحده واحده عشان نوصل لحل. اتفضل. الو اتفضل. أيوة اتفضل. انا اتفضل يا فندم. هي سامعاك يا استاذ محمد اتفضل. بص يا استاذه، انا السنتر حضرتك بتقولي بيقعد فيه 100 و120 و150 و200. انا مع أيوة. حضرتك بس بنقعد نشتغل 3 ساعات واربع ساعات. الطالب بيدخل الحصه بيمتحن في الحصه اللي قبلها وفي الدرس اللي قبله، المدرس بيعمل تشيك على الشغل بتاعه اللي قبل كده، واجبات بتتصلح، واجب بيتصلح، في متابعه مع ولي الامر
كل حصه بتتم وبيتصل بولي امره وبيطمنه ابنه شغال ابنه مش شغال ابنه درجه الامتحان بتاعته ايه الكلام ده كله. اخد بال حضرتك الكلام ده كله ما بيتمش في المدرسه. الكلام ده ما بيتمش في المدرسه بعدين وجد المدرس ان وجد المدرس اصلا في المدرسه الثلاث ساعات حضرتك بيصحح ل 120 طالب واجب. عارفه حضرتك عشان نتكلم كل ده في ثلاث ساعات ده حاجه والله بيبقى معاه اسيستنت يا فندم. ماشي يا فندم بيبقى معاه اسيستنت يا فندم يعني كل مدرس مستوى معاه اثنين وثلاثه بيبقى معاه اثنين وثلاثه اسيستنت. اخده بال حضرتك انا وتقدري حضرتك تنزلي اي سنتر يوم وتابعي معاه الشغل اللي بيتعمل فيه. انا بتابع. طب وده مش موجود في المدارس يا استاذ محمد؟ لا يا فندم مش موجود. لا مش ده مش موجود ليه في المدارس يا يا يا, يا استاذ عزه؟ وائل احنا مش عايزين دايما نطلق يعني يبقى احكام مطلقه في كل المدارس. لا علشان بس ايه اللي بيوصل اللي بيوصل جموع التلاميذ الى رفع هذا الشعار؟ رفع الشعار هو بيصحى براحته مش عايز يصحى بدري مش عايز يلتزم بالمدرسه عايز يركز بس على المواد اللي هيدخل فيها الامتحان. وبالتالي عشان زي ما قلت لحضرتك وكلنا عارفين الكلام ده اولياء الامور عايزين ولادهم. طيب كل ده كلام جميل بس كمان مش عايز مش عايز حضرتك تخفي المهازل الموجوده في المدارس اطلاقا انا عارفه ان في نقاط ضعف وفي سلبيات واحنا بنحاول بان احنا نعالجها لكن مش معنى كده هو ان في سلبيات ان احنا نعترف ونستسلم للسلبيات دي والا ملهوش لازمه ان احنا نبقى في اماكننا بقى. طب انت حضرتك البديل ايه هنا دلوقتي اغلقت لهم مراكز الدروس الخصوصيه؟ احنا بالنسبه لطلبه الثانويه العامه بنعمل لهم نظام المحاضرات في المدارس يعني احنا اللي هي اشبه بدروس خصوصيه. الوزير قال ان طلبه الثانويه العامه من حقهم ان احنا نعمل لهم المحاضرات بتاعتهم بالنظام بتاعهم بالمدرس اللي هو الطالب شايفه ان هو بس ده ما اتعملش. لا اتعمل لكن الطلبه صارت على الوضع بتاع الغياب العشر درجات حضرتك عارف كده كويس. ايوه لكن انا بتكلم عن الواقع الحالي الواقع ده متطبق. التلميذ انت عارفه ان التلميذ عايز يخلص مواد الثانويه العامه فبيحدد لها مدد. بتاكد كلامي يبقى حضرتك بتاكد كلامي ما هو نظام المحاضرات في المدارس نفس النظام في السنتر. ما هو نظام المحاضرات مش منتظم ما اتعملش في المدارس لسه لان لا يا فندم ده من سنتين احنا ابتدينا فيه من سنتين لكن زي ما بقول لحضرتك كده هو مش هعيد طبعا عشان ما يبقاش حوار ممل للمشاهدين ولحضرتك هي ثقافه اتعود عليها الطالب يدخل ياخد درس عشان يجيب مجاميع. طيب خليني يعني بتوجه لك بالشكر بس خليني احمل الجميع المسؤوليه لو وزاره التربيه والتعليم عارفه تحيي المدارس قبل ان تخطو خطوات من هذا النوع ولا وزارة التربية والتعليم ولا الحكومة عندها ولا المحافظين عندهم خطة واضحة أنا هتعامل مع الدروس الخصوصية إزاي؟ هتعامل معاها إيه الخطة؟ إيه السياسة الواضحة؟ هقننها؟ هلغيها؟ هعمل إيه؟ حل وسط؟ مفيش سياسة واضحة اللي احنا شايفينه ده بينتقل من محافظة إلى محافظة وهتلاقوا في احتجاجات من الطلبة وأولياء الأمور والمدرسين غدا زي ما حصل في الشرقية. طيب أستاذ محمد عزت لأن كان في سؤال بتسأله لك الأستاذة. أنا عايز أقول حاجة واحدة بتقول بس أنت معلش. ما بتديش ليه في مدرستك أنت بتاخد مرتبك وخلاص. أنا عازم حضرتك عندنا في حصة تيجي تتفرج على حصة وكراسات الطلبة أجدع من الدرس الخاص. حضرتك المعاهد هي اللي بتلغي الدروس الخصوصيه لان المعاهد بتبقى باجور رمزيه، المعاهد هي اللي ساعدت اصلا وزاره التربيه والتعليم ايام الثوره لما كانت الطلبه ما بتروحش المدارس. لا انت بتشرح في المدرسه بتاعتك؟ اقسم بالله حضرتك تقدر تجي لي انا بقول لحضرتك مدرستي تقدر تجي لي وتتشوف وتسال الطلبه اللي في الفصول بدون اي ضغوط على اي طالب، احنا ما بنضغطش على طالب. أنا الطالب عندي في المدرسة بيجي لي درس يقول لي درس في البيت أقول له ما بديش دروس في البيت، أنا ما بديش دروس في البيوت، ما تجيليش بيت يا حبيبي ما تديش، أنا بدي في المدرسة، أنا بقول الكلام ده في فصولي، مدرستنا فيها مدرسين طيب. محترمين وبتشتغل بتوجه لك